على الدغري، انا تعبان فعلا، تنكسر الدنيا في الكوره الصراحه. حتى يعني انا كان نفس فريق، كان مصطفى شوبير وعبد المنعم والناس دي، كان الجيل يعني. دايما ما بتخلصش على حاجه كويسه، بيحصل كارثه بعديها. بيقول لك يروح في الجون، كل تحويشه خبراتي حطيتها في الكوره دي، الهدف الاغلى تقريبا في مسيره الكوره المصريه يعني بالنسبه للنادي الاهلي. ايه الاسئله دي؟ طيب لا، مفيش الكلام ده. ايه اللي ما خلاكش تكمل في القدم؟ مفيش حد بيكسب كل حاجه. مين صاحب انكم تعملوا ترند قماص؟ انا الصراحه يعني انا بالنسبه لي اغلى صده في حياتي تقريبا هي كره ضربه الجزاء بتاعت مودي اللي في اخر ماتش السوبر الافريقي ده. يعني انت مش لاقي الاكل، روح عند سيسا تلاقيه واخد الاكل كله، رز وبسله. يعني انا نفسي بطلت اعملها الصراحه. الوزير الراحل عمرو فاروق، وحشتي. هو ما حدش بيقدر يجي التنين متاخر، كان انا حبيت الكوره بسبب ابو تريكه. وش السعد. قول لنا نكته بايخه. استنوني على يلا كوره عبد الرحمن حميد.